تواصل في هذه الأثناء المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم التي تجمع الوداد البيضاوي المغربي والأهلي المصري على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، وما زال الوداد متقدما بهدف للصفر. قد سجل هدف الوداد الأول زهير الترجي في الدقيقة 15 من العمر اللقاء، ويطمح فريق القلعة الحمراء الوداد من خلال هذه المواجهة إلى تكرار الإنجاز الذي حققه في 2017 عندما فاز بلقبه القاري الثاني على حساب الفريق المصري. ويعد هذا النهائي فرصة جديدة لصاحب أفضل خط هجوم في النسخة الحالية من المسابقة القارية من أجل تعويض النهائي المثير للجدل الذي خسره أمام الترجي التونسي في رادس عام 2019، كما يعد هذا النهائي الثالث للكتيبة الودادية في السنوات الخمس الأخيرة.